السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد موضوع إزاي تسرع البروسيسور بتاع الموبايل الخاص بيك عن طريق إنك بتكتب كود سهل جدا، عن طريق إنك تدخل على قائمة الاتصال زي ما انت شايفين، نضغط على نجمة شباك 9900. أول ما تضغط شباك هتلاقي يحمل إيه القائمة اللي احنا عايزينها. زي ما انت شايفين أول ما ضغطت شباك بدأ يحمل لي قائمة ماليش دعوة بأي حاجة فيها. أبص على حاجة اسمها Debug Level مكتوب Disabled أو Low، نضغط عليها ضغطة Choose Debug Level يعني اختار مستوى التعديل، يعني عايز اعدل البروسيسور للو منخفض او هاي او ميديوم. لو يعني اقل حاجه، هاي اعلى حاجه، ميديوم اللي هو الوسط. لو انا ضغطت على لو طبعا البروسيسور هيبقى باقل طاقه عنده شغال. طيب لو انا عملتها ميديوم او متوسط، المتوسط يعني هيزود لك سرعه البروسيسور بحيث انك تعرف تشغل العاب ما كانت مثلا بطيئه عندك على موبايلك، تقدر تشغلها. البروسيسور بتاعك بقى زيادة لدرجة عالية جدا. لو عملته هاي اللي هو أعلى حاجة أو عالي أو السرعة القصوى كده، هيخلي البروسيسور بتاع الموبايل بتاعك شغال بأقصى طاقة عنده، وده معناه إن هو بيستنفذ من البطارية. يعني محدش يقول لي أنا عملنا الحركة دي ولقينا البطارية بتفصل بسرعة، ما هو الأمر طبيعي طبعا إن البطارية تفصل بسرعة عشان أنت معلي سرعة البروسيسور. فطبعا لو انت خليتها هاي يبقى البطارية هتستنفذ بطريقة اسرع. لو عملتها ميديوم او وسط البطارية طبعا يعني مش هتبقى بنفس المعدل الايه العالي بتاع انها تنخفض في البطارية. طبعا لو هتبقى اللي هي المعدل العادي الطبيعي بتاعنا خالص، مفيش اي مشكلة فيه. ولو انت لعبت فيها وحسيت ان الموبايل بدأ يهنج، بدأ يرستر لوحده، تبدأ تخليها على لو تاني او منخفض. تمام، لو انا عملت لو او عملت ميديوم او هاي، طبعا مش هعمل اي حاجة من دول عشان لو انا عملتها طبعا الموبايل هيطفي ويبدأ يشتغل من اول وجديد وهيشتغل بالسرعة اللي انت عايزها. فطبعا انا لو عملت لو او هاي او ميديوم طبعا كل ده التسجيل هيقف والكلام ده وكل ده هيبوظ. فانا قلت اعرفكم الطريقة، طريقة سهلة جدا وطريقة يعني في قمة السهولة. وفي أصلا في القايمة دي حاجات يعني أنا أنصح إن محدش يلعب فيها إلا الناس المتخصصة، وأنا بقى ناخدها إن شاء الله في فيديوهات تانية فيما بعد بالتفصيل كل حاجة من دي بتعمل إيه. تمام، أرجو إن يكون الفيديو عجبكم ومتشكر جدا ليكم.